ليلتكم زينة، ليلتكم مبروكة، ليلتكم مربوحة، ليلتكم مليانة بالحب والخيرات. رمضان كريم والله أكرم. معكم أمي غابة حكات، أما مسنفورة من كاليفورنيا. اليوم إلي ميلوي لاتناش تاع الليل. وي ألوغ مش لاتناش تاع الليل، لاتناش غير خمسة، مازال 5 مينوت باش نعملو وتولي لاتناش تاع الليل. حبيت نطلع أوكي pour vous souhaiter يعني happy Ramadan بصح في نفس الوقت pour يعني célébrer avec vous quelque chose de très 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 important. C'est mon anniversaire. Alors je suis née le 22 mars et j'ai pas trouvé ناس اكثر يعني منكم انتم اني نقضي معاهم ونعدي معاهم اللحظة هادي. علاش؟ باسكو من 2000 قولي 18 2019 من 2018 2019 وانتم معايا واحنا مع بعضانا في هادي حاطين الدرك على بعضانا، حاكمين في يدين بعضانا وماشيين نتعلموا من بعضانا. تعلمنا من بعضانا ياسر، تعلمت منكم، تعلمتوا مني. Vous m'avez fait confiance et vous me faites toujours confiance. Tahkiouli, la chier comme. Merci, merci. Alors, qarrat ou gult enno, pour fêter mon anniversaire, je vais le fêter à minuit. Et je vais le fêter avec vous. Avec vous, parce que vous êtes important et importante. Parce que. Au moment où j'ai commencé, où il me dit n'importe qui et tout, qu'un homme insane y bda fi marhala mo'ayna, ok? Qu'un insane y bda les vidéos ou y bda yahki, بعد تجربة. إنسان آخر كي يعود محتار. إنسان آخر يبدأ les vidéos ou يبدأ إنه يتعامل مع الناس إنه حب حب الناس. إنسان تاني رايح يتعامل ويولي يعمل دي فيديو انه محتاج انه يشوف الضوء لا لوميير. انسان تاني محتاج يشوف اسكو صح راهو ماشي في الطريق الصح ولا لا. انسان تاني عنده حوايج باش يعلمها الناس تانية بصح بنفس الوقت باش تكون ليه هو سي دي لوسون ويتعلم منها. وكل انسان يدخل في المجال هدايا انه يعمل دي فيديو ولا يكون انفلوينسر ولا يكون يعني يوتيوبر ولا يحط دي فيديو، عنده حاجة معينة من يعني بدا بيها. بصح تلقاها ديما انه كان حاب لحظة وعنده رسالة وعنده كلام وحاب يعبر بيه، الوغ يدخل في المجال هذا، يبدا يحكي، يبدا يهضر، يبدا يشوف، يبدا il va être comme une pâte à modeler وكل مره راح يتعلم ويتبدل ويتطور ويكبر وكل شيء معاكم انتم. باسكو كان ما جيتوش انتم حنايا on sera jamais. علاش؟ باسكو c'est vous qui donnez l'importance à une personne et c'est vous qui pouvez يعني l'ignorer et qui devient je sais que pas mal de gens كي يسمعوني نحكي ولا نهدر ديما يشوفوا روحهم فيا باسكو جو ريبريزونت شاك فام. سي كوم كو جي فيكو توت شاك في. واليوم حبيت نحكي لكم شويه على لي في هذوما اللي جاتني مره واحده كي على قريب سي برسك راح نعمل نص قرن سور سيت بلانيت على الارض. نص قرن يعني مازال شويه برك شويه برك ونعمل نص قرن يعني يمغست بو باش نولي نص قرن. الوغ درك راني قرنونا ومن بعد نولي نص قرن. اي سي زاني لا سون دي زاني اكستراوردينير. الوغ جو فولي لي فيتي افيك فو اي جو في ايتاندر مي بوجي افيك فو وانتوما تغنيولي. Happy birthday to me,
Happy birthday to me. Happy birthday to Amora. Happy birthday to me. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Amira, joyeux anniversaire. Sana halwa ya gamil, sana halwa ya gamil, sana halwa amoura, sana halwa ya gamil. حالم بالم 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 حيو أبو الفاسات عيد ميلاده الليلة الليلة احنا بالأعياد طب حيو أبو الفاسات هاي alors je fais un vœu pour tout le monde وليكم الكل هنايا وتكونوا ديما على صحة وعافية وفي أحسن تقويم وديما نشوفكم في خير وديما نشوف الخير والخمير عليكم ورب العالمين قايدكم ومشيكم في صراطه المستقيم آمين آمين هاي جوي غوتي ا مون غاتو اي دوت مش تعليل ده تقولوا فتره رمضان ولا حاجه عندنا الو سا عبالكم كي نعودوا رايحين نبداو نوصلوا للنص قرن مازال ليك واش مازالوا لي دركا 3 ans نوصل للنص قرن باسكو دخلت يعني دركا اوفيسيلمون في مون اج اللي هو 47 اليوم جاوني دي ايموشن اكسترا اوردينير كو جو في بارطاجي افيك فو جاوني دي ايموشن او كومون ا مينوي parce qu'il est minuit maintenant, qui fait que ma mère a une semaine où il y a l'hôpital, où il y a la clinique. Et elle était très, très fatiguée. Mais quand le hamle était très, très fatigant. Une semaine où il y a le kinder. Une semaine où il y a le khaifa. جيت قبل وقتي جيت فتيش جيت قليلة مت وحييت حطوا طويوات في راسي كل شيء مي لو جور هذاك كي زاتوندي انو نجي اوكي نساو كل شيء حياتهم كل نساوها باسكو جو سوي لا بروميير دي بيتيت في توف لي باركات اللي جيت الوغ حبوا يسميوني ميرا كي فو دير ميرفيو سي ما تانت فيلا الله يذكرها بالخير حبت تسميني ميرا اي ميرا بالايطاليان سي ميرفيو اي قالوا لها في الجزائر لا ما كانش حاجه اسمها ميرا ما نسميوها اميره الوغ بابا كان حاب يسميني مربوحه باسكو كي دخلت عليهم دخلت بالرزق ويقول لك يعني وترزقون واياهم فكي دخلت عليهم دخلت عليهم بالبركه بالرزق بال يعني كيما يقولوا رجليا محنيين ولو حاب يسميني مربوحه الحمد لله ما سمانيش مربوحه سينو كنت نطيش روحي من لافابو سماني اميره اي كان جيتي بوتيت اوكي tellement la satisfaction et mon père qui fait que je suis farhan et tout qu'il y a mis mes anniversaires 7 jours ou 7 ليالي يحكم par exemple avec l'hôtel في حمام مسخوطين et tout يجيب الشيخ خروف يجيب الفقيرات الوقت هذاك كانت comment il s'appelle كان فقيره هو واخته زهور و اخوها شو اسمه الفقيرة نسيت اسمه عندنا لي كاسات نتاعهم تو يجيبهم يغني ويجيبوا العيسى ويجيب القرقابو ويجيب ال اي سي اكسترا اوردينير مي اوسي نتفكر ميز انيفرسير وين ما مير اي مون بير قاعدين يتطلقوا اي دو مو روتروفي من كنت لا برينسيس وليت تعملها سبع ايام سبع ليالي وليت نلقى روحي باللي بوف
يا rien. ونتفكر تاني à mes 17 ans quand je voulais faire un anniversaire. On a 17 ans, ma عنديش وكل شيء وبصح mes amis عملولي نشفع عليها un anniversaire بصح انا لازم نروح على الخمسة نتاع العشيه. Alors imaginez انتوما انه وحده اوكي معمول لها انيفرسير ومعموله في لاسال في اوتيل ريم الجميل اوكي جروب يغني والكوكاكولا محطوطه ولي جاتو والواحد وانايا نوصل للانيفرسير ميم با نطفي الشمع نعاود نخرج من الانيفرسير نروح باسكو لازم نروح للدار على الخمسه. الوغ سيتي ان انيفرسير بلا ما انا بعديك à des anniversaires où j'étais toujours toute seule même quand j'étais mariée parce qu'à chaque fois غير انا اللي فرحانه انا اللي فرحانه اني تولدت انا اللي فرحانه اللي اني في الدنيا هذه اني عندي عام في الدنيا هذه ديجا عديت عامين et pour par exemple les personnes qui sont dans ma vie ou la حاجه joyeux anniversaire alors تعودت انه ما نعملش انيفرسير والا في يعني في عمري اللي طولت وانا متزوجه فيه pendant 19 ans ما يقول لي نجيب لك لي كادو مش لازم انيفرسير ولا حاجه نجيب لك لي كادو في اي وقت. alors راحت لي هذاك حب الانيفرسير اني نعمل انيفرسير اني نطفي الشمع اني alors تفكرت هذا كل اليوم لي زيموسيون عندهم كل بداو يطلعوا وجاتني حاجه باللي صح متولدوا وحدنا وحتى كان دايرين بين الناس الكل نعيشوا وحدنا ونموتوا وحدنا ايوي مي سي با ان تروك اللي يخوف باسكو الوحده ماهيش وحيده. لقيت روحي باللي الناس دو موند انتي يبعثوا لي جوايز انيفرسير مي زامي اليوم اوكي غير نهدر ويسمعوا ولا سي مون انيفرسير الناس هنايا توجور يل بريبار لور انيفرسير موا الناس تبريباري لي عم جابوا لي بابور عم جابوا لي هذيك عم جابوا لي نقول لهم نو 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 ام فاستينغ راني صايمه بور موا لو مومون تاع صيام هذايا اي بلوز امبورطون اني نروح ونشطح ونردح ونعمل وندير بس حكينا حاجة الوحدة مليحة تعلمكم حوايج ياسر تعلمكم قيمة الأشياء. قبل أمي 20 ans et ما 20 c'était des années وين نحب نرضي الغير كان لازم نرضي يما لازم نرضي مون بابا لازم نرضي لا فامي لازم نرضي هذاك قال وذاك قال لازم نرضي الجيران لازم ما نلبسش الحاجه القصيره باسكو باش الجيران ما تهدرش لازم نرضي المعلم لازم نرضي المعلمه لازم نرضي الشيخ اللي يقول لازم نرضي. من بعديك دخلنا على الارهاب لازم نرضي والناس هذوكم الاخوان المسلمين من بعد لازم نرضي والناس اللي راح تهدر من بعد لازم ترضي عزوزتك الوغ عديت على المراحل هذه كامله من بعد لازم نرضي عزوزتي من بعد لازم نرضي هذيك من بعد لازم وديما وراح تلقاي روحك ديما انك لازم ترضي حد بصح صدقوني وراكم رايحين توصلوا لها كي توصلوا لعمري رايحين توصلوا الوقت انكم تعودوا غير ترضيوا روحكم ونفسكم قبل اي حد تاني لانه رايح يجيكم وقت ورايحين تقولوا باستا سي بون وي موا اوسي مي ا مي 50 ans j'ai compris que je dois être d'abord moi et moi وي توليو ما تقدروش ترديو ولا حد على حسابكم تعودوا ديبلومات تعودوا تحسوا بالناس باغ اكزومبل البارح قعدت حتى 3 نتاع الصباح عملت كوتشينغ الوحده
اللي ثاقت فيا، أوكي، بصح كان يعني عندها أشياء معينة في حياتها، إنه عندها وقت بس معين إنه تعمل فيه الكوتشينج، أوكي. alors par exemple كي فهمتولي وتو، قعدت سهرانة وعملت لها الكوتشينج حتى 3 الصباح، وشفت الترانسفورماسيون هذيك ايتو، مع انه كل حاجه نعملها الصباح، مي ما عملتهاش باسكو ما عنديش يعني اون سوليوشن لما نرد ولا باش نرضيها ولا نو نو نو، باسكو جي لو شوا اي جي لو كونترول دو دير وي او نو. Autant qu'une fille, mashallah, algérienne, ou toulit fil jazair et tout, j'avais jamais hadaka le contrôle de dire non. Il fallait toujours que je dise oui. Et pas mal de femmes aujourd'hui, mazalo, yihibou lazm yirdiou rjalethom, lazm yirdiou bouyenhom, lazm yirdiou khwatethom, lazm yirdiou ummahethom, lazm yirdiou la culture, lazm yirdiou. عبالكم واليوم باسكو عمرك 20 و25 و30 وتقولي مازال العمر ومازال كم ساعة، ارضي نفسك من صغرك وريح تكوني يعني self sufficient، وريح تكوني متوازنة مع نفسك قبل. أنا بنتي نقول لا أكثر من نعم، أنا بنتي تقول لا أكثر من نعم. قلت بنتي تقول لا أكثر من نقول من نعم. كينا لا ولا كينا لا اللي هي باغ اكزومبل كيما لا اللي كبرت وشفتها مع ماما الله يعطيها الخير ويذكرها بالخير، وهي ديما أول واحد عيط لي، عبالي بلي غدوة صباح هي أول شخص يعيط لي. ماما كل ما نجيب لها حاجة فيها الخير والخمير، كل ما نجيب لها حاجة جديدة، كل ما نجيب لها حاجة إكستراوردينار، مازالت واحد ما يعرف عليها واحد، راح نديها البلاصة معينة، راح ديما تقول لا. جامي قالت وي، أوكي؟ تقول لا. اي ابري ما تقول لا وابري ما نقعد بوندون اون اور ولا دو زور وانايا ننبح لا 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 باش تبدا تبدل رايها باش تقول وي. وهدايا من كتر ما حياتها كامله وهي غير تقول وي، وحياتها كامله وهي معصوره كما يقولوا من تحت الرجال، حتى كي تهضري معها تقول ها تقولك واش بيهم خواتاتي رجال، الرجال ربي يخلي الرجال، ربي يعيش الرجال، الرجال واش عنه ما عنده حتى شيء، باسكو النساء اوكي اكوتي دي زوم هزت سلاح وطيبت وخبزت وربيت وكبرت، بصح تلقاي العصر هداك اوكي ديما ربي عايش رجاله، ربي لا 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 المراه ما لازمش تهز النعش، المراه ما تدخلش للمقبره كي نجيو ندفنوا المراه هذيك، المراه هذيك، المراه عملوا اون سيباراسيون. وانايا وليت مش ضد الاشياء هذه، بصح نو مانيش قبلتها ولا عمري نقبلها، ولا إنسان يقدر في حياته يفرضها عليا، مستحيل. ألوغ عبالي باللي اليوم ما تقدريش تقولي لا، بس عودوك يا رايحة تقولي لا، عبالي باللي أولادك حكمين لك يدك، سي سكو تو بونس الولاد، أوكي، عبالي باللي كان تخرجي وتقولي لا يخرجك من الدار، باسكو ما عندكش حق انك تقعدي في الدار، مع انه يقولوا لك القانون تقعدي في الدار، بصح يقولك تخرجي نحي لك الاولاد، تخرجي ما كانش المصروف، تخرجي ما كانش هذيك، تخرجي ما كانش هذيك، عرفت تلقاي روحك حاصله.
بس حكينا وقت تلمو ريحة تتغمي، تلمو ريحة تتقفلي، تتمو ريحة تقولي نو ولا تقتليه، ريحة تصرع ان كريم تقتليه ولا تقتلي نفسك ولا تقولي نو. Et tu vas voir, مع الوقت نزلتي. مي الحاجة تاني اللي فهمتها وتعلمتها انه حتى الوقت هذاك اللي قلت وي ولا حسيت روحي باللي يعني مفروض عليا شيء ولا حاجة، كان لازم نعدي على المراحل هذيك بنفس الطريقة. هذيك هي المراحل كي ما مودلي كي جو سوي اجوردي. كان انا سيرت تقول لك هكا ايه ما عليا وعلاش ما طلعتش في فامي كيما هك سان ويقولوا هكا والمراه عندها رايها والمراه هذيك. ما جو فوا بوكو دو جون اللي كبروا كم سا في امها اسمها بريجيت وباباها اسمه شارل وعندهم لا راديو وعندهم لا تيان وباش ترقد لازم لها باغ اكزومبل دي زونتي ديبريسور وهي ما عندها حتى مشاكل في حياتها. اي سون تري فراجيل. بس تلقاي وحده زينا حنايا ولا وحده اللي عاشت باغ اكزومبل في سوريا في فلسطين في الدرك وفي الظل وفي الضر هذاك انا با بيزوان دونتي ديبريسور. Parce que nous, on a combattu le sombre, on a combattu le dark, on a combattu le dhulm, on a combattu pour devenir qui on est aujourd'hui. Oui, moi aussi, j'ai fait l'expérience que je dis non et ça se passe bien. Après, c'est moi qui avais peur, c'est tout. Oui, mais beaucoup de choses. كنت ديما نقول وي باسكو في دماغي كنت نقول لك اه ايه كان نقول نو وتكسر هذيك ويعمل هذيك وبالكش وكيفاش راح تكون لاغيك اي 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 معليش معليش هيا برك. وكاينه حاجه ديما ديما كي ترضيو غيركم وتقولوا وي رايحين ديما تلقاو حاجه لداخل قاعده تعيط اللي اسمها لافوا قاعده تقول لكم نو وانتم تقولوا وي. سي فري que arrivé à un certain âge, il faut cesser de se sacrifier trop pour les autres, mais faire plaisir à certaines personnes, notamment ceux qu'on aime, nous procure une véritable satisfaction. Alors, Sissou, ça c'est bien ce que tu es en train de dire. Mais satisfaire les autres, ça veut dire que tu es avec des gens insatisfaits. Insatisfaits, insatisfactions, qui ne seront jamais satisfaits. Ça veut dire que les hommes... Je vais te donner un exemple. OK. Quand tu étais petite, OK, trochi par exemple l'école ou la haja, on m'a dit qu'elle fait franc. OK. Mais je t'ai les croissants ou la haja. تشري الكرواسون تشري مي تو ايتي ساتيسفيت هذاك الوقت بصح من بعديك قداش قعدت لا ساتيسفاكسيون تاعك شويه باسكو كانت مربوطه بحاجه معينه الوغ كان لازم تزيدي في المصروف الوغ لازم كانوا يزيدوك 5000 باسكو صاحبتك تشري هذيك وانت ما تقدريش تشري وهذيك هكا وتبداي تكومباري الوغ لا ساتيسفاكسيون تاعك ما عادش ساتيسفيت. كل انسان يكون ساتيسفي بحاجه معينه الا ويجي لا ساتيسفاكسيون منك انت وتستني انه راكي رايحه تفرحي باسكو تو ساتيسفي دوتر بيرسون راح ديما يستناو منك. سي كوم باغ اكزومبل كون تو كي تبداي تعملي في صدقه معينه لناس معينه وهما يعرفوك اوكي راح تحسي بذنب وعلاش باسكو النهار اللي ما تحطيش فيه يعني ما تعطيهمش صدقه ولا حاجه وش هي تحسي باللي اه tu n'es pas satisfaite ولا ils sont pas satisfaits parce que OK ils ne savaient pas ما قدرتيش الشهر هذا تمدي لهم alors qu'il gagne روحك la satisfaction. C'est pour ça que كي تحبي تعملي صدقات كي من هذه ولا حاجه jamais et grand jamais تعملي الصدقة directement
وهو لا بيرسون هذه اللي تعمل لها الصدقه يشوفوك توجور يفو دير tu passes يعني d'une autre façon. Et si tu fais une sadaqa, au lieu de faire sadaqa, par exemple, draham ou la haja, tu fais sadaqa, tu vois le had ou tu vois la capacité de lui, tu apprends à faire la haja, tu lui fais un khidma. Hatta quand tu as cash, je vais te donner un exemple. Quand on était petite, ou ma mère, mon père, talqou et tout, quand y a ma tante, ديما يجيبوا لنا من فرنسا يجيبوا لنا كونتينر بلان دو فيتمون اوكي جيتي لا سول ما نحبش نلبس هاك وعلاش باسكو مون كوزان ولا حاجه وقالها لي مره قال لي او تو تسوفيان كومون مي سور ال تنفويي مي سي فيتمون وما نعرفش شي سي دي تروك كوم سا اوكي الوغ موا عندي داك النيف من بكري مي يا كلكو شوز اللي تربطت انه شاك صيف كي يقولوا طونطون وتاتا الفلانيين جايين هابطين جيماجين انايا الكونتينر و تو لي فيتمون لي جايين الوغ كي ما يجيبوش حاجه ولا حاجه نقعد كيما هكا ما جابوش ولا ما جابو غير شويه ولا انا باسكو اوني بلو ساتيسفي لازم ديما قاعدين نستناو الوغ احسن حاجه انكم تتعلموها حتى مع اولادكم اي سورتو مع اولادكم انكم تقلبوهم يوليو دان جوناج سيلف سفيشن يوليو يعتمدوا على نفسهم الايجو مش راح يخليكم تعملوها الايجو راح يخليكم ديما تحبوا ان اولادكم مسحقينكم ان اولادكم او ماي جاد ان اولادكم ديما محتاجينكم اوكي الوغ علموا اولادكم انهم ما يحتاجوكمش وهذه لا ساتيسفاكسيون اللي تحكي عليها راح تنقص اميره قلتي لنا نعلمكم كيفاش الاستغفار عملت لكم فيديو على الاستغفار وعملت لكم فيديو حكيت لكم كيفاش الاستغفار سي اون بانك سي بانك للبنك للمستقبل نتاعك عملت لكم فيديو كامل المهم جو سي كو جي سوتي دو كوك الان مي اتوندي جو سي ان تران دو لير اوكي بونجور ما بيل اميرا بونجور فادي سي اتر فيكتيم دو سون ايغو وي اوبولوجي هلو اميرا هلو ما في بونجور 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 Bonsoir pour moi. Elle a dit qu'elle comme elle a tenu à l'île, qu'il faut une autre chose ou la haja. C'est fatra. D'accord. Alors, خليني نقول لكم حاجة. OK. قبل ما نروح qui va être extraordinaire. Parce que c'est bon, elle a tenu gribounos. Ramadan hadaya, حطوا نوايا. OK. كي تحطوا نوايا سي تري سامبل. هزوا كتاب القرآن. كي تهزوا كتاب القرآن رايحين تحطوا يدكم. كي تحطوا يدكم غمضوا عينيكم رايحين تبداو تشوفوا سي كوم لي لتر والأحرف OK بالعربية. تبداو تشوفوا الهاء والصاد والميم والعين والكاف واللام قاعدة تبدا تطلع في يدكم. OK. Qui te chauffe et vous avez visualisé, vous avez oublié les lettres, ça veut dire que vous avez fait la connexion. La connexion est prête. Et la connexion a dit, c'est après quelques respirations, OK, mais ou tabouha comme entom maya درك واعملوها et vous allez voir. Et la respiration a dit est très claire. Tu lis toutes les lettres. ما كمش راح نشوفوها ككتيبة بس تشوفوا لي لتر ورا بعضها اوكي ومن بعد tu vas dire un truc très simple اللهم انت تعلم
وأنا لا أعلم. اللهم أنت تعلم وأنا أتعلم. اللهم أرشدني وتحطي تاك 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 لا كيستيون اللي حبتها أوكي وتحطيها بريسيزيمون، يعني انه حابه انه الرشد وانك الطريق لحاجه معينه، على خدمه، على راجل، على دراهم، على الاولاد، على حاجه صرات، على حاجه ريحه تصرى، على حاجه خير ليك ولا مش خير ليك، اي حاجه اوكي. وهكا كنت مغمضه عينيك اي اوفر الكتاب اوكي. هذيك يدك اللي حطيتيها اتو ديجا elle va faire la traduction غير كي تحلي الكتاب، وين عينك تضرب في الايه اللي تضرب فيها اقرايها، كي تقرايها اوكي اقرايها يعني ترتيلة بالعقل مش بصوت، بذبذبات او بذبذبات اوكي. باغ اكزامبل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، حاجة كيما هاي أوكي، وأقرأي وش خرج لك أوكي. ريحة الجاي لا ريبونس ديريكت اللي وش أنت سألتي على هديك الحاجة المعينة، وعندكم لو ميور مومون وانتم صايمين. Alors le ventre est vide. Moi je vois le ventre est plein parce que qui t'oudou qui t'pad ma taftrou ou t'oklou t'ouliou fiyi l'liri yamma l'liri. Daw khat drabkom lazem lkom el qahwa lazem lkom ma na'rfou chehi. Non. Ou entou ma vide. Y a rien. Alors vous pouvez le faire. Essayez-le. OK. اكتبوا لي الايات اللي كي نخلي لكم الفيديو، ولا اكتبوا لي الصوره اللي جاتكم، الحاجه اللي طاحت عليها عينكم، الاحساس اللي حسيتوه. Bonjour mama, d'habitude le Ramadan vous éclipsez et aussi coupez les réseaux et je fais ça depuis 2 ans. Oui, je fais ça les 10 jours. Ok, après 10 jours, et aussi aujourd'hui, yani, il est minuit, c'est mon anniversaire. Ken les en note là pour souhaiter, me souhaiter un joyeux anniversaire et pour le fêter avec vous, parce que il n'y a pas, yani, des gens plus importants que vous, et ça, c'est quelque chose qui est honnête. Parce que je sens. Yani, quand vous pensez à moi, ou là, quand je sens, on est tellement connectés, ok, parce que la communauté, c'est pas une communauté, Kbira, ok, parce que c'est une communauté avec une qualité extraordinaire. Et on est une conscience collective. Alors, la conscience collective, les torbotna, ok, marboutine, qui nefs, wahida, c'est extraordinaire et j'adore. Alors, je voulais partager ce moment avec vous. Joyeux anniversaire, Amir, et Taoul, l'Amar. Rabbi Berk fi Omri. Mouchi Taoul fi Omri. Rabbi Berk fi Omri. Et Taoul, parce que, qu'il y a une fark kbir, nous, et Taoul fi Omrik, oui, Berk fi Omrik. Taqdri, yani, l'Amr y toal, بصح بذلة الإنسان يكون يعني في ذل ولا في مرض ولا في مهانة، بصح كيبارك في عمرك يعني كل يوم رح يكون فيه البركة، البركة من الصحة، البركة في المال، البركة في الرزق، البركة في الجمال، البركة في الأولاد، البركة في الأكل، البركة في كل شيء. واو، moi c'est سورة الروم آية 46. مليح سو، أقراي مليح، وعاودي يقراي وشوفي
Amira, peux-tu répéter la phrase, s'il te plaît? Ah, homologie. Tu peux mettre sur YouTube ou tu peux faire. Je ne peux pas. Je les choses qui viennent comme ça, channel, je ne peux pas. Amira, comment peut-on voir notre vie passée? Tu peux faire avec de l'hypnose. Okay. Et tu peux prendre rendez-vous avec moi ou là tu peux prendre rendez-vous avec Obology, elle est hypnothérapeute. Et tu peux le faire aussi avec Timeline, avec le NLP, Neuro Linguistic Programming, que je le fais aussi. Alors tu peux faire rendez-vous avec moi ou avec Obology, j'ai pas de problème. Obology, happy birthday. Ah, thank you, sweetheart. Parce que Obology, elle est en France et elle est à côté de vous avec les rendez-vous que Ikunuzi comme et tout. OK? Et tu, hi, Mektuba H, Obology. J'ai contact avec elle et je pense qu'elle est basée à Paris ou à la Côte d'Azur. Comment réagir face à un ado qui fait sa crise d'adolescence? Alors, il n'est pas en train de faire sa crise d'adolescence. Il est en train de développer sa personnalité. Alors, par exemple, quand Paris et Orléans. Allez, Obology, elle est à Paris et Orléans. Alors, quand tu as un enfant, par exemple, OK, qui est là, qui te répond. Et qui te dit, Yanni, je ne veux pas ça, et non sur ça, et ça. Tu dois être heureuse. Parce que ماهوش مكسور, ما يقدر واحد ما يقدر يكسر نهار اخر. بصح كان انت تكسري في الدار parce que تحسي باللي c'est une crise. Alors, اي انسان اخر لبرا يقدر يكسره ويقدر تما يرضي. Et c'est ça ce que احنايا والدينا عملوا لنا. كسرونا. على هذيك كنا نرضيو غيرنا. Alors ne sois pas comme ta mère et ne sois pas là à dire qu'il fait une crise. Premièrement, souviens-toi que comme toi tu as choisi tes parents, ton fils, il t'a choisi à être ton enfant dans cette vie. Et là, il est en train de développer sa personnalité. Et aussi, les adolescents, parce que ils sont pas comme dans notre monde. Dans notre monde, كنت par exemple نجري مع المعيز كنت نشوف par exemple العظمه كيفاش تخرج هكاك طريه وتولي يابسه كنا نتفرجوا على جونجر كنا نتفرجوا على كابتن ماجد كنا نتفرجوا على برنسيس سارا سالي كنا نتفرجوا على اليوم عندهم التيك توك عندهم السناب شات عندهم الانستغرام عندهم الدنيا مهوله عندهم يقدروا يعملوا دراهم وهما في عمرهم 13 سنه يقدر يولي تيك توكر يقدر يولي بلوغر يقدر يولي انفلونسور يشوف الاولاد اللي في عمره 16 عنده لامبورغيني وهو انت مازلتي تقولي له هاك وهاك كيفاش تحبي باسكو كلش ولا مفتوح على بعضاه كنا مقفولين احنا كاش مانيا كنت نعرف باغ اكزومبل وانا في عمري وانا صغيره كاش ما كنت كنا كنشوف جينيفر لوبيز ولا حاجه نشوفها في التلفزيون فات الحمامه بالنسبه لي نشوفها في التلفزيون جامي خممت بلي نهار كنت راح نشوفها قدامي هك قبل يا 19 عام وني نسكن قدامها وفي البلاصه وين الجولف وين تروح هي وراجلها ونشوفها كيما هكا قدامي كانت حاجه اليوم تلقايها كلش مطيش وتحبي تقولي بلي عنده اون كريز il n'a pas de crise il est en train de construire sa personnalité et c'est une part de sa personnalité intérieure tu es une influenceuse tu l'influences tu n'es pas là pour le contrôler on ne peut pas contrôler nos enfants Amira il faut que tu apaise pendant ce ramadan tu apparaisses pendant ce ramadan on a besoin de tes conseils qui nous boostent
إن شاء الله في ميزان حسناتك. يا لوحي يا لوحي يا لوحي. Ben, vous savez un truc, hein? Merci pour ce message. Pourquoi j'ai voulu faire Tani Hadaya, mon anniversaire avec vous et tout. Ok? Parce que moi aussi, quand je veux être inspirée, parce que j'ai des moments, comme vous, des moments où je me retrouve sans inspiration, sans un truc. Alors qu'est-ce que je fais? On nous ونحط الفيديو نتاعي ونعاود نتفرجها. Et ça c'est un truc que j'espère que vous pouvez le faire aussi. J'espère que انتم تاني parce que par exemple كنت نبكي على حوايج معينه وحكيت لكم على الدموع وكيفاش تهبط الدموع وكيفاش تتبدل وكيفاش لازم تعملوا لها ترانسفورماسيون اي توب. بصح كيفاش حبست على البكاء على حاجه معينه ولا جي في فيديو روحي وانا نبكي بالخناين ونعيط وفي حاله alors je me regarde et pour que je me promette de ne plus pleurer sur la même chose alors pour l'inspiration aussi je fais la même chose alors ce que vous faites c'est très simple au moment عندكم داك الصوت اللي يبدا تكونوا قاعدين par exemple ولا تكونوا كملتوا الميديتاسيون تاعكم ولا حاجة راح تلقاو كاين صوت اكستراوردينير قاعد يقول لكم وقاعدين تسمعوا في حوايج اكستراوردينير وتقولوا اوف جو فو بارتاجي سا جو فو كو كيلكان ليكوت لونتون الوغ واش تعملي هزي التليفون تاعك وحطي لا فيديو اعمليها ليك انت اعملي اون فيديو حطي بلي غدوه ما كيش موجوده حطي اون فيديو وقولي بلي هديه كي يسمعوها ولادي اوكي سا فا لي انسبيري اي يفون تنير بور دومان باسكو واحد ما يعلم وحنا راقدين ويجي ملك الموت اوكي انه النفس هادي ترجع ولا النفس هذه تمسك من الله عز وجل وهذه سي اكستراوردينير اليوم كنت طالبة حاجة معينة alors وجاتني الآية هذه هي من سورة الزمر بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Alors, merci, mam, une bonne méthode. Oui, Anna, je t'en ai aidé. Et quand je suis en train de faire ça, je suis en ou déjà خرجت منها des extensions extraordinaires OK لانه يعني اولئك الذين يتفكرون qu'est-ce que ça veut dire non يتفكروا qu'est-ce que ça veut dire كيفاش تتفكري الاشياء كيما تحكي على la vie antérieure كيما تحكي على le past life كيما تحكي واش هي تتفكري صح ولا لا بصح كاين حاجة كي إكستراوردينير في الآية هادي عاود نقراها لكم اللي فيق بها استعرف بيه أناني مازلت قاعدة نخرج منها حوايج اسمعوا مليح الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك alors فيمسك هادي يمسك ولا يمسك
فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أوف أوف يا سيدي، حابين تقرأوا القرآن، حابين تختموا القرآن، الآية هذه برك، الآية هذه برك. كل إنسان وكل واحد فيكم هنا، أوكي، لأنه لآيات أوكي لقوم يتفكرون. آيات وش معناه؟ ميراكل. أوكي سي كوا لو ميراكل اللي لازم نتفكروه في الحاجة هذه؟ Pendant notre sommeil, on est pour ainsi dire mort. هذا هو واش قالوا لنا واش علمونا. On est dans un voyage céleste parce que علاش الله سبحانه وتعالى واش قال؟ يمسك يعني كشغل قاعده تطيحي من حاجه. سي بور سا كي تكوني قاعده تحلمي وتكوني راكده تشوفي روحك ساعه ساعه كشغل راح تطيحي. شكوني ما حلمش وهو في المنام كشغل راح يطيح من بلاصه؟ صرات لكم ولا لا؟ لانه كاين يعني الموت هو اللي يعني الملك الموت هو اللي يتوفى. الوغ خموا فيها مليح، خموا فيها مليح، باسكو هذه الايه لازم نخرج لكم منها حوايج بومبا، حوايج جامي خرجت. ال 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 كل مره قاعده نقرا فيها هك جي لا شير دو بول. الوغ انتم تاني، والله انتم تاني واحسن مني تاني، تقدروا تفهموا للقرآن، فهموا آية، عيشوا آية، حسوا بآية، استشعروا آية، عدوا أعملوا الحوايج باستشعار وبشعور، لأن كل حاجة اللي تقربك من الله سبحانه وتعالى تكون بالشعور. وعلى هذه كنقولوا الشعائر، الصلاة من الشعائر، الصوم من الشعائر، انك تستشعري. هدية من سورة الزمر. اوكي استشعروا الايموشن، حطوا الايموشن. peut-être on part et on revient grâce à Dieu subhanahu. C'est plus profond que ça. وكان تحطوا عقلكم مليح رايحين تتفكروا. عبالكم كي تبداو تفيقوا؟ عبالكم الناس كيفاش تفيق ولا لا؟ كاين الناس تفيق ضربة كبيرة في حياته، كاين ناس تفيق كي يدخلوا الكوما ويخرجوا كشغل نخرجوا من الماتريكس. وي كاين ناس تفيق كي تجيهم باغ اكزومبل اون اتاك كاردياك ولا يجيهم ستروك، يجيهم كشغل ناس اللي وصلت اوكي عندك لي 10 سكوند هذوك نتاع الموت، كشغل توصل للموت بوب وتعاود تخرج. الوغ وش يصرى لك تخرجي من الماتريكس اللي موجوده؟ عبالكم شكون يخرجين من الماتريكس والامهات نتاعهم ما همش فاهمينهم؟ لي زوتيست، الاوتيستيك. شفتي لي زانفون لي زوتيست؟ لي زوتيست هما اكثر ناس خارجين من الماتريكس واكثر ناس
شايفين الحقيقة وشايفين كل الحاجات الفيك وكل الحاجات اللي ماهيش حقيقية في الدنيا هذه، على هذيك حياتهم ماهمش قادرين يعيشوا في لو موند هذايا باسكو شايفين الفيك. عادوا خموا مليح، اسكو مازلتوا تخموا باللي البرزخ والجنة وكل شيء راهو موجود ليه وربي موجود ليه وحنا انا موجودين هنا، ولا هي الارض والسماوات هي الحقيقة كاملة واللي لازم نفركتوا فيها؟ Quand il ne restera plus d'âme, Dieu ordonnera à l'ange de la mort de mourir et il se jetait du septième ciel. French Riviera. Hadi ouch galoulkom. هي ماهيش كيما هاك مالوغوزمون، ماهيش كيما هاك ولا اوغوزمون، مش مالوغوزمون، اوغوزمون ماهيش كيما هاك. القرآن يحكي قداش من مرة على الموت والحياة، وتزيد الموت والحياة وتزيد يعني وترجعون. روحوا فركتوا، روحوا فركتوا، أو عندكم كنز ما بين يديكم. يا جماعة الخير، يا اللي تكونوا مسلمين ولا مش مسلمين وعندكم كتاب قرآن في الدار، فإنكم عندكم كنز في يدكم. يزيو ما تخموا وما تقراوا الكتاب على وش علموكم ولا على وش قالوا ولا وش قالت المذاهب ولا وش قالوا الأحاديث. شوفوا الآيات بمنظوركم، لأنه كل إنسان عنده بلو برينت. الوغ كي تعملي هكا وتدوري كتاب، عندك بلو برينت هنايا ديفيرون دو شاكان، وعندك تاني الاي برينت العين، البصمة العين اللي ديفيرونت. يا عبالكم هذه آية كبيرة، هذه آية كبيرة، انه الله سبحانه وتعالى يخلق مليارات الناس في العالم اللي ممكن يتشابهوا في الشكل، وممكن تلقي إنسان يشبه لك ويقولوا يخلق من الشبه 40 وما نعرف شيء. بس شكون يقول باللي بصمة العين يخلق منها 40؟ شكون يقول بصمة الصبع يخلق منها 40؟ ما كانش اونيك. سافدير كل كتاب كي تقرايه وتشوفيه بعينك إلي اونيك بور توا. وهدية حليتها قديش من مرة، قديش من مرة اوكي، مع الناس اللي يعملوا معايا الكوتشينج وكل شيء وجربوها وشافوا بعينهم، ما كانش انسان جاتو لا ريبونس اللي في الكتاب زي كلكان دوتر، ولا جات الفتحه اللي تفتحت له كانت بالنسبه لي هو ديريكت. سبحان الله. اي برافو برافو سي جو سوي تري كونتانت. يا دو كليانت كو جي دو لا شانس de les coacher demain avec mon anniversaire de bon matin. Et je vais les coacher, ils ont pris un rendez-vous pour mon anniversaire et j'ai accepté parce que je vais être très très contente de voir leur transformation en direct au moment de mon anniversaire. Je ne remercierai jamais assez Mimti, Ummi, l'Aziz, l'Ghalia, Nadia اللي يعني حملتني وهنا على وهن وكرها على كره، وخدت بالها مني وردعتني وكبرتني. وجو نو رميرسيري جامي بابا الله يرحمه، انه قرر في يوم نتاع حب وعشق انه يتعرف على مامير، انه يتلاقاو في ليله انس، وانه انا عملت الباقي
افيك ان سبرماتوزويد دخلت عليها ما بين لي 2 مليار، تعاركت بالسيوفة وجبت روحي ودخلت وكنت لتم وقلت لهم هانينا. Alors, je remercierai jamais assez mes parents. C'était un honneur, et un très très grand honneur que je les ai choisis autant que parents pour moi dans cette vie extraordinaire que rana grib nawsel ala nus qarn fiha w inchallah ybarak li fi omri w inchallah ya rabbi dima yektb li lkhir w inchallah ya rabbi ybarak li fi wladi ويجعل خدامي من حزامي وإن شاء الله يا ربي اللهم هب لي ملكا لا ينبغي لي من بعدي فأنت الوهاب آمين 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 يا رب يا رب يا رب اللهم هب لي ملكا لا ينبغي لي من بعدي فأنت الوهاب آمين 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 وإن شاء الله ديما نقعد بخير وإن شاء الله ديما صحتي في أحسن تقويم وديما نطلع عليكم كالنوارة وإن شاء الله أكثر حاجة الستير نعيش في سترة ونعيش مستورة ونموت مستورة ونقابل رب العالمين ويكون ما بيناتنا يعني تاني سترة ويكون من الستير عليا آمين آمين يا رب العالمين. رمضان كريم والله أكرم وإن شاء الله يا ربي نشوفكم ديما على خير وعافية. Et merci pour votre moment, votre temps et le moment que vous avez passé avec moi pour passer mon anniversaire. Gâteau et hub. Au revoir.